وينضم إلينا من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. سيد هيثم بالتأكيد أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، واسمح لي في البداية أن أتلو عليك بعض الأرقام التي تزداد وتيرتها لحظة بعد أخرى. نتحدث عن عدد الشهداء حتى الآن في قطاع غزة حوالي 10,800 شهيد، عدد الجرحى 26,900 جريح، نتحدث عن 4,400 طفل، نتحدث عن النساء الشهداء أيضا أو الشهيدات في قطاع غزة أكثر من أو قرابة 3,000 شهيدة في قطاع غزة. كيف ترى هذه الأرقام أو كيف تحرككم هذه الأرقام في الأمم المتحدة؟ مساء الخير لك وللجميع، وطبعا يؤسفنا أن نسمع هذه الأرقام التي قد تكون حتى خاضعة للارتفاع نظرا لمن هو ما زال تحت الركام. صحيح، لذلك هذه الأرقام أولا، وطبعا نحن ننظر إلى هذا الموضوع بالاستغراب وبالشجب الكبير جدا، وطبعا هذا لا يعني أنه ما يحصل اليوم من سقوط لبعض الدول ومن بعض حتى الأجهزة الأممية، دعني أعترف بذلك، أو تباطؤ في اتخاذ القرارات، ما عدا ما نقوم به في ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان المعتمدة مثل المجلس الدولي وغيره من اللجان الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة. هناك يعني هدوء رهيب حول ما يحصل من أجل أخذ الإجراءات الملائمة. أما بخصوص الهدنة التي يعني يتم البحث فيها، هذا الموضوع نحن كنا في صدره منذ الصباح، وكان أعتقد الجيش الكيان الإسرائيلي قد أعلن أنه سيوقف العمليات العسكرية ولكن ليس لمدة 4 ساعات. أما هذه ال4 ساعات فهي مجزية، يعني ماذا يمكن أن تفعل في 4 ساعات؟ لا شيء. أعتقد بأنه هو يتخوف من ما يعني يقال له حول التقارير التي باتت جاهزة من أجل البحث فيها، والتي هي يعني رد قوي جدا، لأنه هناك لجان ومنظمات دولية معتمدة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يقومون بتحقيقات خاصة، وهناك أيضا من بدأ بغية رفعها. سيدي، لجان ومنظمات دولية تقوم بالتحقيق في الأمم المتحدة، لكن إذا كنت تسمعني، يعني عندما نقول وهذه لجان وهذه المؤسسات الدولية عندما دائما تتحدث عن أن قنابل الفوسفور الحارق هو محرم دوليا، أن القنابل العنقودية التي تصيب عددا كبيرا من المدنيين لأنها تنتشر في محيط كبير ولا تميز هي أيضا محرمة دوليا، أن أمورا كثيرة محرمة دوليا، من يحرم ومن يسمح لنفسه بالاستخدام؟ كيف يتم التعاطي من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مع هكذا مشهد؟ أولا خليني أقول لك، نحن هناك تحقيقات خاصة قامت بها اللجان الدولية المعتمدة في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بغية رفعها لمجلس حقوق الإنسان وللجنة المختصة في غزة التي هي موجودة منذ سنين. من يحرم استعمال القنابل أو الصواريخ أو الأسلحة المحرمة هي الأمم المتحدة من خلال المراسيم والقرارات التي تم إعدادها منذ سنين. أما من يتجرأ فعليك أن تسأل الكيان الإسرائيلي على من يرد إذا كان يريد أن يأخذ سماح من هذا أو ذاك، لأنه يعتبر نفسه فوق الجميع، فوق كل الشرع الدولية، فوق حتى كل الأنظمة الدولية. طيب دكتور هيثم، وحتى الدول الكبرى. نعم دكتور هيثم، اسمح لي في هذا الشأن، كان هناك ربما تصريحات لأعلم إذا كان حضرتك ذكرتها أم أطراف أخرى في المجلس، ولكن كان هناك ما يقال أنه قرارات إدانة إسرائيل غير ملزمة ليس لها تأثير في المجتمع الدولي، يعني كل تقريبا وكنتم قد رصدتم ووثقتم جرائم الاحتلال منذ 2018، كل هذا غير ملزم، كل هذا لا يطبق للاحتلال بالنظر إلى سياقات لا. نعم، بالنظر إلى سياقات أخرى، اسمح لي فقط أنهي هذا السؤال، بالنظر إلى سياقات أخرى، نفس المجلس كان له
قرارات وإلزامات مثلا خلال بحرب سوريا، وكان هناك قرارات بإنشاء بعثة دولية، وكان هناك قرارات بإلزام الحكومة السورية مثلا بحماية حقوق الإنسان سواء في سوريا أو في أي دولة، ولكنها غير ملزمة بالنسبة لإسرائيل. لا، أولا القرارات التي تتخذ لا ليس فقط هي يعني استشارية، لأنه يمكن أن يكون هناك آليات، وأنا يعني لن أشير إلى الآليات، هناك آليات قد تلجأ إليها المنظمات الدولية أو اللجان الدولية المدافعة المتحدة وخاصة، والتي يحق لها أن تقوم في بعض الإجراءات القانونية. أعتقد عندما يتم البحث في اللجنة التي ذكرتها ضمنا سيتم من بعدها المضي في هذه الإجراءات، ونحن كمجلس دولي لحقوق الإنسان المعتمد في الأمم المتحدة سنقوم بما علينا أن نقوم به، لأننا بدأنا هذه العدة من أجل الاستعداد للانطلاق النهائي، وأعتقد بأنه ما لدينا يكفي اليوم من أجل أن يعطينا المساحة الكاملة لتقديم كل الوسائل الموجودة حتى يتم البحث فيها من أجل إدانة من تورط في الأعمال العسكرية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء وغيرهم، وحتى خطف المدنيين، وكل هذه هي منظومة كاملة متكاملة. لذلك قد يكون مجلس في بعض قراراته استشارية، ولكن هناك آلية كما قلت لك ضمنيا يمكن أن نعتمدها حتى تقام المحاكم الدولية، وحتى تقام المحاكم ضد الأشخاص في الدولة المحكمة. نعم، ما هذا هو مربط الفرس، هو الفكرة في تنفيذ أو تطبيق الآليات سيادة السفير تعتمد هي الأخرى على معايير مزدوجة تطبق في بعض الدول وفي بعض الأزمات ولا تطبق في أزمات أخرى، هذا ما قلت لك. يعني في المجلس الدولي لحقوق الإنسان طبقت وأصدرت قرارات كانت متعلقة بأزمات أخرى كان الغرب له صالح فيها وكان الغرب له مصلحة كبيرة فيها، وهذا معلوم سيادة السفير. لكن دعني أقول لك هناك وزراء في الدولة الإسرائيلية تم إحراجهم عندما قامت دعاوى قضائية في بريطانيا وفي غيرها من الدول، حيث منع بعض الوزراء من النزول من الطائرة، وإذا ما تم يعني إذا ما أصر هذا الوزير آنذاك أن ينزل سيتم اعتقاله. هذا صحيح وغير دقيق سيدتي، كما كان يقال بأنه كل اللجان الدولية واللجان الأممية هي تحت الضغط الأمريكي. تبين لنا بأنه قرار الأمين العام واضح، قرار مفوض السامي لحقوق الإنسان واضح، وأعتقد أنه في الأيام القليلة الماضية سواء كان الأمين العام واحد السيد أنطونيو غوتيريش أو السامي لحقوق الإنسان أنه لا يوجد أحد فوق الشرعة الإنسانية الدولية ولن يكون هناك إفلات من العقاب. فهذه المرة كبيرة جداً فاقت كل التوقعات وكل القيم الإنسانية والقانونية والدساتير الدولية، وحتى فاقت قانون السماء إذا بدك. نعم، شكرا لك من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، شكرا لك.